تحية لجميع الأحرار والحرائر في هذا الوطن الجريح، تحية لجميع مجموعة من النشطاء البيضاء أمام محكمة الاستئناف إثر انتهاء وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف. غادي يعطيونا كلمات في حق الحكم الجائر في حق عادل المداحي. تحية نضالية لجميع الأحرار جميع الشرفاء في هذا الوطن الجريح. عادل المداحي اللي هو إنسان وفاضح اللي فسد الدولة العاهرة، الدولة المستبدة، الدولة الظالمة، الدولة المجرمة التي تقمع أبناء الشعب. عادل المداحي سوى إنسان حر شريف لم يرضى بفساد الدولة، لم يرضى بفساد المفسدين الذين يسرقون الملايين والملايين كحد كالمجرم ديال حد السوالم اللي شفر 17 مليار واللي فضحوا عوض أنه يتجاز على فضح لذلك الفساد اللي هو كيتقابل باعتقال تعسفي، ومشي غير اعتقال عادي اعتقال، ومن بعده دخل في الكاشو وتحكم 3 سنين وقبلها كان 15 مليون. ومن جاوبوه المحكمة الاستئناف كي تلقى واحد كي تلقى التأييد لذلك الحكم دي 3 سنين واللي كتولي الغرامة المالية اللي هي 50 مليون. عادل المداحي راه معاه حنايا كاملين، راه ماشي بوحده عادل المداحي. تحية لجميع الأحرار ديال المغرب، تحية لجميع الأحرار ديال هذا الوطن الجريح. كانوا نشطاء مدينة الدار البيضاء مبنيين يعني ندين حكم استئناف اللي عاود أكد الحكم ديال 3 سنوات على المناضل عادل المداحي اللي كان إنسان اللي ضرب كل حرية ومارس حقه من الحقوق اللي كيخولها الدستور لأي مواطن مغربي. عادل المداحي ماشي خون أو سرق، فضح الفساد، وحنا كنا كنقولوا أن ضروري نفضحوا الفساد. كيف يعقل أن إنسان فضح الفساد كتحكم عليه المحكمة ب3 سنوات ظلما وعدوانا؟ أشنو هاد الدولة أشنو بغات تقول للشعب المغربي؟ يعني ما نبقاوش حنا نفتحوا الفساد، كنقولوا ليهم راه كاين عدد كبير ديال عادل المداحي، من عادل المداحي راه جزء من الوطن، والوطنيين راه ديما غادي يكونوا، وضروري الفساد غيسقط واحد النهار. وكان كنشطاء ندين ما المحكمة المحاكمة السورية اللي كتمارس على شباب الريف اللي ما طلبوش شي حاجة اللي مستحيلة، طلبوا مطالب اللي أي مغربي كيطلبها. لا إحنا كنشطاء نتواجد ونساند ونؤيد جميع نشطاء ديال حراك الريف وأهالينا في الريف من الأسر ومن الناس اللي كيتمارس عليهم حاليا العسكرة والظلم والجور. وكاين أخص المشاهدين الكرام يعرفوا أن راه كاين صراع بين الحق والباطل، ورغم الحق أن الأنصار ديالو قلال يوما ما سينتصر، يوما ما سينتصرون، واخا يعيا الظلم ما يتجبر راه واحد النهار غادي ينتصر. كان أنا شخصيا ندين 3 سنوات لأيداتها محكمة الجور، أن إنسان كيفاش كيخرج كيفضح الفساد كتحكم عليه بالتسليم. هذا يعني إن دل على هذا الشيء إنما يدل على ما عرفتش اش من وصف غادي نعطي لهذا العدل، عدل مشتت، عدل ديال التليفونات وعدل ديال باك صاحبي وعدل ديال الفلوس والأموال وإلى غير ذلك. وتحية لكم، وخا يعني كلمات مرتجلة ما كانتش ولكن نتمنى من المناضلين الاخرين يعطيو كلمات. تحية للاحرار وحرائر المواطن المغتصبين. كنشطاء بيضاء نصرت وندين الحكم الجائر، ومني طالبنا باستقلال القضاء ما كانش طلب ديالنا، كان ما كانش طلب ديالنا عبثا،
باش ما يبقاوش هاد المسرحيات وهاد الاحكام الجائره على الشعب المغربي. تحيه. السلام عليكم، تحيه نظري لجميع الاحرار وشرفاء هذا الوطن، تحيه للعادل الداحي والرفيق ديال المداوي، تحيه لناصر الزافي ورفاق ديالنا في الريف. وحنا ما مفكيش التضامن ديالنا من الدار البيضاء باسم الدار البيضاء، كنشكي التضامن ديالنا مع الريف ومع جميع الناس في زاكوره ثوره عطش والثوره الريفيه. تحيه لجميع الاحرار على المستوى الوطني من الريف حتى لطنطان او حتى لتندر. تحيه. تحية لجميع المعتقلين السياسيين اللي متواجدين في السجن، اللي كيتمارس عليهم جميع انواع التعذيب، واللي هما كيتعتقلوا حاليا في مزورين وفي سيدي عابد، وبزاف ديال المعتقلين اللي هما فهمتي تعيشوا واحد الظروف صعيبه بزاف داخل الزنزانات. حنا بغينا البراءه لهاد المعتقلين السياسيين. علاش؟ حيت طالبوا غير بالحقوق ديالهم، مستشفى وجامعة وفرص عمل. هذا الشيء حق أي مغربي طالب به. تحياتي لأيوة. السلام عليكم، تحية لكل الأحرار في هذا الوطن الجريح المجنون، خلود لشهداء الشعب المغربي والحرية لكافة المعتقلين السياسيين. أول حاجة كنندوا بالحكم القاسي والجبري والطاغي حق المناضل عادل بداحي ومعتقلي الريف. فهذه الأحكام هي قاسية لأنها هذا النظام هو نظام ديكتاتوري متسلط أبوي بين الطبيعة ديالو، لأن كنقولوا بأن الحكم العادل بداحي، العادل بداحي ما أجداد إلا وفضح منظومة الفساد، بنية ديال الفساد اللي كتمشى على هذه البلاد، اللي هو الفساد اللي هو فساد مطلق اللي في هذه البلاد كاين لجميع المؤسسات. العادل بداحي أجداد عرى واحد المجموعة من الملفات الحساسة في هذا الوطن الجريح. العادل بداحي اللي حكم عليه بثلاث سنين لجريدة الصباح، حنا كنعرفوا جريدة الصباح ديال من؟ لسان من؟ لسان من؟ لسان القصر. لسان القصر تتكلم بلسان القصر جريدة الصباح، ماشي هي جريدة الشعب أو لسان هموم الشعب. أو راك إلا دخلتوا جريدة الصباح شكون كتنشر؟ كتنشر الدعارة. أش كتنشر؟ كتنشر الدعارة. أش كتنشر؟ ما عندها ما كتنشر. وقال لك عادل بداحي خلص 50 مليون، واش عادل بداحي مهرب باطو ديال الفوسفات؟ ولا مهرب مناجم ديال الذهب؟ ولا مهرب فلوس بنما؟ ولا إفريقيا؟ وليش عنده قصورة؟ يا ظالم لك يوم، يا ظالم لك يوم، مهما طال الزمان لك يوم يا ظالم. الرسائل كل يوم كنشوفوا الرسائل، كل الرسائل من عبد الله صالح وتأتي الرسائل، من القذافي وتأتي الرسائل، وبشار سيأتي دوره، وزيد 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 سيأتي دوره. إرادة الشعب لا تقهر، إرادة الشعب لا تقهر، لأن الظلم صعيب، الظلم. وكنقول أن هذه المحاكمة هي محاكمة مسرحية اللي كتجرى، هي محاكمة ماشي محاكمة، هذه محاكمة ديال التليفونات. عارفين الناس اللي كيتحكموا في خيوط ديال راه في الرباط، اللي كيتحكموا مجرى ديال المحاكمات. أنا معتقلي الريف أش داروا؟ معتقلي الريف أش داروا؟ خرجوا بمطالب مشروعة. شنو هما خرجوا؟ خرجوا على قبل السبيطار، على قبل الجامعة. راه شاكيرة كدي مليار عباد الله، والناس اللي متبعين الفيسبوك، الناس ما بقاش بركة من الجدالات، راه الشارع راه هو الحل. راه الناس اللي خرجوا الزبزافي خرج، راه خرجوا للشارع باش يضرب على قبل المطالب ديالنا، المطالب ديالنا من المشروع. فهمتي؟ الناس ماشي خرجوا شي حاجة اللي هي مستحيلة ولا أي شي حاجة، وأولوا قالوا في النبة الأولى راه هادو انفصاليين، راه شويه تجار المخدرات، شويه داروا هادو، ولكن ما يصحوا الا الصحيح، ما يصحوا الا الصحيح، ما يصحوا الا الصحيح. اللي بغيت نقول ان هنا كنعيشوا في دابا في الظرفيه اللي كنعيشوا فيها، اللي كنعيشوا هي عاوده سنوات الرصاص، ماشي بلونوار بكولور، لان الدوله المغربيه مستمره في الجرائم ديالها السياسيه والاقتصاديه في حق ابناء الشعب المغربي. كنقول بان هذه المحاكمه ديري في محاكمه سياسيه مسرحيه، هي محاكمه مسرحيه بين بين الجلاد والضحيه. هنا مسرحيه لان بين المخزن الان الشعب انفاس فاس فاس مع النظام المخزني، لان النظام المخزني هو الذي نهبنا، هو الذي جهلنا، هو الذي سرق ثروتنا، هو الذي قتلنا، هو الذي رمانا في السجون، هو الذي يعذبنا في المخافر الشرطة، هو الذي يلفق لنا التهم الباطلة لا زيادة ولا نقصان،
لان باش كنقولوا انا عادل البداحي باش تعطيه 3 سنوات وفينا هو مول كراطه شطاطه تشد 6 سنين ومول الشوكولاته خالد عليوه وخالد عليوه وزيد 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 وحصاد وزيد 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 واللائحه طويله اش دار انا هذا تليفون والشعب ما بغاش يركع ما بغاش يخدع لا وخفضح عراكم عرا القيد العريان عراكم عراكم جبتوا لي حق بيطق خالد الحري اجي تمثل واحد المسرحيه انا خالد الحري انك ساجري تصبح شكون كنت كتعرفوا جريده لسان النظام المخزني باش كتتكلم وكنقولوا حنا تنديد الاحكام القاسيه راه اليوم الحبس ولكن غدا الحريه فهمتي الا ولكن الكرامه راه اسمع الكرامه ما عندها ثمن راه الحريه قالي الحريه ثمن والكرامه عنوان فهمتي وكنقول لبنات المنبر تحيه لكل النشطاء ديال الفيسبوك نوصي كنقول لهم ان توحدوا الصفوف كفى من النقاشات الواهيه الجانبيه راه المعتقلين واخدين معركه ديال الامعاء الخاويه معركه اكون ولا اكون معركه امعاء الخاويه لان معركه امعاء الخاويه اللي كاينه ديال المعتقلين ديال الريف وكنقول الحريه لكل كافه المعتقلين السياسيين وحريه للناشط عادل الدحي العشريني فاضح الفساد وكندوا بالاحكام القاسيه اللي كتعرض لها حتى المعتقلين ديال الريف وحد ابسط شيء المعتقل خط 12 عام اللي كنحضر الاستشهاد استشهاد عماد العتيبي وزيد هذه احكام قاسيه اللي باغي المغرب كيعطي الاحكام باش يركع اصوات حره باش يكمم الافواه ولكن ما غاديش لان اراده الشعب قويه لا تنكسر غير الا مشى عادي كاين عادلات الا مشى الزبزبي كاين الزبزبيات الا استشهد عماد كاين عمادات ومعركه طويله وتحيه احرار ويا ظالم لك يوم يا ظالم لك يوم مهما طال الزمان لك يوم يا ظالم حق الاخ عادي الداحي نحييه من هنا كنقول له ارتاح ارتاح يا عادي سنواصل الكفاح مشدود على حق غير كلمه حق ما درت شي حاجه ما دار شي ناس ما ظلم ما والو قال كلمه الحق فضح ناس يعني هاد الناس شكون هما يعني هما هادو اللي حاكمينو دابا اللي حكموا عليه بعد 50 مليون و 3 سنين هادو هما اللي فضحهم تقريبا اللي ضر هادو راه ضر هاد الحكام هادو اللي مسيرين هاد البلاد وهادشي اللي وقع حتى للشماليين دابا قال خرجوا قالوا كلمه الحق راه معتقلينهم دابا كيطحنوا فيهم دابا جيعانين ضاربين يضرب الطعام كيطحنوا فيهم في المحاكم 4 السوايع 5 السوايع هما وكراشهم جيعانه مساكن حالتهم حاله انا بغيت نعرف انا هاد البلاد هادي شوف فين غادا توصل هاد المسؤولين فين غيوصلوا بينا فين غيوصلوا بهاد الشعب حتى نين غنبقاو حنا بحال هاد الحاله ونتمنى للدار البيضاء ترفع راسها شي نهار كما كانت هادشي اللي كنتمناو السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم كنستنكر الحكم الصادر حق عادل البداحي كنزل علينا بحال قطعه التلج بارده تمثلوا في 3 سنوات حكم نحو 3 سنوات و 50 مليون كغرامه هادشي فوق الوصف انا باش تكون انت فاضح تفضح مفسدين كيدوروا طول عقد واللي فضحهم كياخذ 3 سنوات و 50 مليون ديال السنتيم وحنا عارفين الوضعيه ديال عادل البداحي المهم حنا كنستنكروا هاد الحكم بشده وكنبغي نوجهوا رساله كما قال الاب ديالنا بومينو كما قال لك عادل ارتاح سوف نواصل الكفاح راه كاملين عادل البداحي وكاملين ناصر السدافي وكاملين الدراري المعتقلين الخليفه وشكرا السلام عليكم كنشكروا النشطاء ديال الدار البيضاء بيضاويين حرين كنشكروا البيضاويين حرين كنبداو كما عادل الداحي الله يعطي الصبر الامهات ديال الناس المعتقلين لولادو كنقول لهم يكون عادل البداحي عنده 50 مليون يكون ساكن معاكم في كاليفورنيا كنقول لهم عادل البداحي يكون عنده طروه ما غيتحكمش كنقول لهم عادل البداحي مناضل حر للشلح والعرب راه 60 عادل البداحي ايكا مناضل للشلح والاعراض كلشي مغرب لا حتى برا راه 60
هادي البداحي يكون دارس الفلوس كون يستغدينا ون كاليفورنيا ورينا اجد حليم وراشد رسلتنا يكون عادي البداحي دارس الفلوس ورينا يتحكم رسلتنا عادي البداحي يكون دارس الموصيات والتليفونات ما غيتحكم. تحية للناس الريف، تحية للمعتقلين السياسيين كل كيف أجمعين في المغرب، تحية للناس النشطاء ديال الدار البيضاء الحرين. ماشي واحد كيجي كيصور وكيدير غير تصور وكيدير غير تصور يوقف جوج دقيق يديروا مكشوف. كنقدم تحية للناس الحريين، الناس ديال الدار البيضاء، الناشطين ديال الدار البيضاء. تحية لكم، الله يطلق سراح المعتقلين السياسيين، الله يعاونكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لإيطاليا الحضور الكريم. كنا كنتمناو هذا الحضور هذا يكونوا مؤازر من طرف حقوقيين والناس تاع مجتمع مدني. ديما كنحضروا هنايا في هذا الصباح قدام المحكمة كنلقاو نفس الوجوه. لهذا المحاكمة تاع الزميل فتاح حسيبة وغيره، يعني محاكمات هي غير استبدادية وغير يعني وظالمة، خصوصا المسألة تاع البداحي اللي حكموا عليه بثلاث سنوات وبخمسين مليون. يعني في دول ديمقراطية واللي كتحترم الديمقراطية والحقوق وكل ما هو السياسي والاجتماعي، هذيك 50 مليون مثلا كيتم الإعفاء ديالو منها بمراعاة الوضعية ديالو الاجتماعية، واش عندو شي بالطول واش عندو شي مشروع. لهذا كنا دابا واحد السنة هذه كنا شفنا واحد تأسست واحد جوج لجان، وحدة تاع وزارة الداخلية وحدة تاع وزارة المالية، باش يوقفوا على هذاك المشروع ديال الحسيبة ويحددوا المسؤوليات وعلاش المشاريع ما تصوباتش وعلاش هادي. النتيجة هو أنه تم الإعفاء ديال 14 مسؤول وزاري أوف وكتاب عامون وكرؤساء ديوان، تعفى من المسؤوليات ديالهم. يعني بالمقارنة بعد الصورة 2011 كيقول بأنه ربط المسؤولية بالمحاسبة، حنا كنشوفوا غير الناس اللي كيتحاسبوا غير الناس ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، والناس وطنيين ومغاربة وكيغيروا على هذا الوطن. يعني حنا كيبقى لنا غير الشارع هو كشكل احتجاجي، لأن الدولة هذه اللي حنا عايشين فيها راه حنا لا نا ما عندنا زعما لا حقوق اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية مع الناس اللي هما مسؤولين في هاد البلاد كيحثوا الشباب انهم يمارسوا السياسة ويدخلوا الاحزاب، ولكن الواقع عنده واحد وجه مغاير. وتحية للجميع. تحية. تحية للجميع من امام محكمة الاستئناف حيث تقام مسرحية المخزن. نودين ونستنكر ونشجب الحكم القاسي الظالم حق المناضل عادل البداحي فاضح الفساد العشريني بثلاث سنوات وخمسين مليون. عادل البداحي اللي كان سلاح ديالو الوحيد هو الهاتف في يديه، كان لاصيق قضايا الجماهير، لاصيق قضايا المقهورين. عادل البداحي ولد الشعب اللي كيدافع على المهمشين والمفقرين، كيتحكم عليه ثلاث سنوات ظلما والفاسدين والمفسدين طلقاء واحرار. كفى حقره وكفى ظلم وكفى قمع. كنقولوا الا كنتو بغيتو ترهبونا بهاد الاحكام اللي كتبعتوا لنا رسائل عبر هاد الاحكام، مرتضى ولا عادل البداحي للترهيب، راه ما غاديش ترهبونا. ثابتون وصامدون على مواقفنا، والشارع هو الحل، وفي الشارع فين غيكون الحل. وتحية لريفنا الشامخ، تحية لريفنا الشامخ وللمعتقلين الصامدين في سجون المخزن ولعائلاتهم كل تحايا. والحرية لجميع المعتقلين السياسيين في المغرب، وتحية للأبطال المضربين على الطعام في معتقلات المخزن. الشباب اللي كيفني في العمر ديالو في سجون المخزن من أجل قضية، من أجل قضية الكرامة، قضية الحرية، من أجل هذا الشعب هذا. نتضامنوا كاملين ونتكافلوا ونكونوا في صف الإخوة ديالنا اللي خرجوا على قبلنا. خرجوا باش يكون هذا المغرب شي نهار في كرامة وفي حرية وفي عدالة، باش نعيشوا الإنسانية في هذا الوطن هذا. وتحية للجميع.